السلام عليكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي خاص اللي هو الـ UFE USB Device Security، يعني كيكون has been blocked by the current security policy. كيكون الـ USB ديالك ديجا مبلوكي في security، يعني بالبيوس. باش نوريكم الطريقة، قبل ما نشوفوا الطريقة كيفاش، نطوش أبوناو كي بالعادة، بارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش تاكتيفيو النوتيفيكاسيون او لا زر الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. على بركة الله غادي نكليكيو على اونتري باش يطرو ديماري لنا البي سي. على كاشو غادي نكليكيو على اف ان دو قبل رو ديماري البي سي. طفيو ماشي معنا، نعود نشاهدو دابا. نكليكيو على اف ان او اف دو، فوالا ندخلو المود باس للسيستم. على كيما شفتو معنا هو دخلينا البيوس. نجيو هنا الى اكزيت و نديرو لود ديفو سيسي، نديرو يس. على كيما شفتو معنا غادي نكليكيو على اف ان اف ديس باش نديرو سوفكاردي و اكزيتي، نديرو يس. من بعد غادي نكليكيو على اف ان اف 11. فوالا دابا هو الشيء كيما عطانا، يعني تحيد لينا داك سكيوريتي ديال اليو اس بي، وعطانا يعني اليو اس بي انبوت ريفا بدون مشكل لا حتى شي حاجة. نتمنى تكون عجباتكم الحلقة هادي، ما تنساوش تابوناو، ديرو جيم، بارطاجيو لا فيديو، تاكتيفيو النوتيفيكاسيون او لا تفعيل الجرس. موعدنا الحلقة المجيئة ان شاء الله. السلام عليكم.